بدي أخبركم بالأول كيف تعرفت على زيارة. كنا عم نحضر مهرجان بصور، كنت مع رفيقتي أمل، وفي عرض لأفلام زيارة. أول مرة كنت بشوفهم كتير انبسطت وحبيت الفكرة، وانبسطت إنه بلبنان عنا هيك شي. أمل كانت تعرفهم قبل مني، فبس خلصوا عم تقلي يلا يلا ارفعي ايدك منخبرهم عنك هيك يعني قاعدين عم نحكي. فانا اول مره بتعرف عليهم مش دغري باخد وجه، يعني ما كان في انه دغري اقوم اطلع واقول لهم انا بدي احكي شي مره عن قصتي وهيك. قلت لها اخر شي يلا اطلعي انت وانا بطلع وراكي هيك عم نمزح يعني. وراحت الايام ومرقت الأشهر، عملت أمل حلقة مع زيارة السنة الماضية، فيكن تحضروها، أمل كعوش، وخبرتن عني. ف يعني هيك تواصلنا مع بعضنا من وقتها، واتفقنا على الموعد. كان تصوير زيارة ب11/1 كانون الثاني، يعني حلقتي رقم 11 وانعرضت الساعة 11 ب10/11/2020، فكله واحد 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 واحد. رمز هيدا الواحد بيقول انه نتقبل حالنا مثل ما نحنا، ونحترم حالنا هيك بدون ما نقارن حالنا بغيرنا. فهيدي دعوة لإلي عن جديد، ان اتقبل حالي مثل ما انا بدون ما اقارن حالي مع حدا. وبعتقد هيدي هي رسالة زيارة بكل المواسم اللي انعملت لهلأ واللي راح تنعمل، انه نتقبل اختلافنا. وانا شخصيا اللي لفتني من اول ما حضرت زيارة هو هيدا الاختلاف. في كتير قصص، في كتير أبطال، وفي كتير اختلاف بالقصص، وهذا الشيء أنا شخصيا بيعلمني كتير، بخليني أتأثر بكل قصة وأتعلم منها، وأتعلم أهم شيء أن أحترم وأقبل هذا الاختلاف، هذا اللي نحن بحاجة لقله بهذا البلد وبكل الدنيا، حتى تصير الدنيا أحسن ونصير نحن ناس أحسن. زيارة لإلي وزيارتي لكل الناس من خلال زيارة كتير عنيتلي وبتعنيلي، ورح تضل مخزنة بقلبي لكتير أسباب. أول شي لأنه صورنا زيارة بصيدون، ببيتي، ببيت أهلي، بيت بيي، كأني عطيت لهيدا البيت معنى جديد، وعملت له زيارة جديدة، زيارة محكية مليانة حكي ومليانة حب، لأنه هيدا البيت معود على السكوت ومش كتير بيقدر يعبر بسهولة عن مشاعره. أول شي انبسطت إنه حكيت بالبيت اللي أنا معودة فيه اسكت، مش معودين فيه نحكي. قعدنا بوقت القعدة والجو كان كتير مليان حب وإصغاء. هذا الإصغاء كمان كتير بيعني لي، رح ضلني حملته معي كمان لكل العمر. رح ضلني عم بتذكر عيون الصبايا والشباب، مشاعرهم وكمية تفاعلهم وتعاطفهم معي أنا وعم بحكي. وأكيد ما رح أنسى عيون دونيز المليانة حب وإصغاء. يعني أنا اليوم كتير مبسوطة إنه ببيت بيي صار عندي ذكريات جديدة، ذكريات زيارة عملت لي إياها وأنا عملتها مع زيارة، ذكريات فيها كتير من الحكي وفيها كتير من المشاركة ومن الحب. تاني شي مش بس صورنا ببيت بيي،
أخذنا صور كمان ببيت مرت عمي، مرت عمي اللي ربطني أول 9 أشهر لما أمي توفت. والصورة الأساسية لحلقة زيارة هي على باب البيت الطابق الأرضي. هذا الشيء كتير بيعني لي، وقصدت من خلاله إني أعمل جسر إضافي ما بين الماضي والحاضر، لأنه أنا دايماً صار لي كتير سنين عم بشتغل على ترميم هذه المسافة بين الماضي والحاضر حتى أقرب لحالي أكتر وعبي كل الفراغات اللي كانت موجودة. بشكر كتير زيارة لأنه كان دورهم أساسي بأنه نعمل هذا الجسر سوا، وصورنا على الطريق، مشينا على الطريق من عند بيت عمي لعند بيت بي. هذا الشيء كتير كتير بيعني لي، ومبسوطة أنه قدرنا نعمله من خلال زيارة. يا زيارة يا أحلى زيارة، رح ضل لكم شكرا لأنكم أنتو أنتو مثل ما أنتو، ونحنا كلنا بحاجة لألكم، ولبنان بحاجة لألكم، لأنه نحن كتير بحاجة لكمية هذا الحب ولهذه الطاقة الموجودة بزيارة. شكرا دونيز وشكرا موريال. وبدي قلكن أنه طريقة زيارة كمان كتير بتأثر فينا، وأنا لفتتني كمان من أول مرة حضرت أفلامكن اللي هي بتركز على جواتنا. يعني نحن معودين بالبرامج أو بطريقة التصوير عادة، يعني ما في كتير بيكون تركيز على جواتنا ومشاعرنا وعلى أنه نكون نحن مرتاحين. وهذا الشيء كتير مهم بالنسبة لإلي، أنه اللي عم بيحكي قصته أو عم بيحكي شيء هالقد عزيز على قلبه وهالقد مرق فيه وكان صعب لإله مش هين أنه يقدر يحكي عنه، فطريقة التصوير أولا عند زيارة إضافة للجو الاحتضان اللي موجود بكل فريق العمل كتير سهل علي، وبعتقد على كل الأبطال اللي مرقوا بزيارة وخليهم يكونوا مرتاحين ومبسوطين هن وعم بيحكوا ويقدموا قصتهم لكل العالم. وعم بعمل هالمقطع على صوت العصافير برا عم بيشاركوني الشكر والفرح. فأنا شخصيا كتير كنت مرتاحة أنا وعم بحكي معكم ومع كل الناس، حتى ما كنت عطلانة هم كيف بدي أعمل شعراتي، وأنا بالعادة ما بحب حط مكياج أبدا، فكنت كتير على طبيعتي مثل ما أنا برتاح كون بحياتي اليومية. وهذا شيء كتير كتير مهم إنه أقل شيء الشخص اللي عم بيحكي يقدر يكون مرتاح ويقدر يحس حاله إنه هو حاله مش حدا تاني ومفروض عليه الأطر اللي بتنفرض دايما على مواقع التصوير بشكل عام. بتمنى يا زيارة يا أحلى زيارة إنه توصلوا لكل بيت بلبنان وحتى توصلوا لخارج لبنان، لأنه كلنا بحاجة لإلكن، وأنا أكيد أنه بكل بيت في ناس بحاجة تحكي وبحاجة تعبر عن اللي جواتها، وفي ناس عم تشتغل على حالها حتى تقدر تتقبل قصص حياتها وتصنع من هذه القصص رسالة تقدر تفيد فيها هذه الدنيا مش بس تفيد فيها حالها. أنا شخصياً بحس إنه رسالتي بكل شيء مرقت فيه من أنا وصغيرة لهلأ هي إنه أحكي وشارك كل اللي مرقت فيه، أول شيء لألي أنا حتى أكون مرتاحة أكتر، وتاني شيء يمكن في إنسان
بمكان ما بهيدي الكرة الأرضية بحاجة يسمع هذا الشيء اللي أنا عم بقوله، لأنه مرق بظروف متشابهة وكلنا بنمرق بظروف يمكن تختلف تفاصيلها بس جوهرها أو نتيجتها هي وحدة. فأنا كتير ممنونة إنه قدرت من خلال زيارة إن ساهم أول شيء برسالة زيارة وساهم برسالتي، لأنه رسالتنا وحدة هي إنه ننشر الوعي، لأنه نحن كتير بحاجة للوعي، بحاجة إنه نعيش بدنيا ما بتركز بس على الأشياء المادية، الأولوية بحياتنا هي لجواتنا، يعني نحن قديش فينا نشتغل على أعماقنا وعلى تقبل حالنا مثل ما نحن، هيدا بنكون وصلنا رسالتنا بطريقة كتير حلوة. بحب كمان أن أطمن كل الناس اللي حضروا الحلقة وشافوا الفيديو وتأثروا معي، وفي كتير عبروا عن مشاعرهم، وفي ناس أكيد ما بتقدر تعبر، في ناس يمكن اتضايقت من كمية المشاعر الموجودة، وفي ناس انبسطت رغم انها اتضايقت الى اخره. فانا بحب طمنهم انه انا اليوم كتير منيحة. نحنا صورنا الحلقة بكانون الثاني، ومن كانون الثاني لهلأ انا عملت شوط كتير كبير بالشغل على حالي، وخاصة من بداية شهر اب اللي هو كان شهر حزين على لبنان، بس بنفس الوقت أنا كنت عم بشتغل على حالي وكنت عم تابع أونلاين 21 يوم مع بولا اللي متابعني بيعرف عن شو عم بحكي. فهود ال 21 يوم كتير ساعدوني على أني اكتشف جواتي أكتر واكتشف الطاقة أو القدرة اللي عندي إياها على الحياة، وأهم شيء أهم شيء لقيته بهيد من وقتها لهلأ هو إنه اتواصل مع بنتي الصغيرة اللي جواتي. بحب أعرفكن عليها، إياها حطتها معي دايما بقوت القعدة، وبس فوت نام كمان عندها تختة بقوت النوم. هيدي بنتي اللي اسمها على اسم أمها بس أنا سميتها أمر، وأنا بهديها حلقتي حلقة زيارة، بهديها إياها لإلها لأنه هي البطلة الحقيقية. هيدي البنت موجودة دايما جواتي ما بتروح، حتى أنا وعم سجل حلقة زيارة أنا وعم بحكي وتفاعل وأنا وعم ببكي، يعني ما بتغيب ما بتغيب ولا لحظة. لما اكتشفت انه انا كل ما احبها لهيدي البنت اللي جواتي وكل ما امسك لها ايدها واقدر اكون معها لطيفة او عملها بلطف وبحنان مثل ما انا كنت بتمنى انه اتعامل انا وصغيرة، هالشي بيساعدني اكتر اني اقوى وحول كل القصص اللي مرقت معي لرسالة حياة مثل ما حكينا اللي هي رسالة زيارة ورسالة كل إنسان منا. فأنا من الوقت اللي بلشت فيه إني حب بنتي وامسك لها إيدها وأحضنها وإلا صرت أحكي معها على صوت عالي، حتى هذا من ضمن التمارين اللي عملتها مع بولا إنه أحكي مع بنتي على صوت عالي وحتى أوقف قبل المراية أحكي معها وأحكي مع حالي، هذا الشيء كتير ساعدني حتى أكون بتواصل مع جواتي وأقدر أعيش اللحظة الحالية ما ضلني أعيشها بتقل الماضي. فالجسر اللي عملناه من خلال زيارة واللي دايما كنت بعمله إن كان من خلال جلسات العلاج النفسي اللي تابعتها أو من خلال كتاباتي من خلال كتابي من خلال كل الفنون اللي أنا بحاول إن أتمرن عليها وعبر عن مشاعري من خلالها، فهيدا كله كأنه لاقى اكتماله بتواصلي أنا وبنتي الصغيرة اللي جواتي. هيدا هو الجسر المظبوط الحقيقي اللي فينا نحنا كلنا نقدر نعمله إنه نتواصل مع حالنا، لأنه أولادنا الصغار اللي جواتنا ولا مرة رح بيفلوا ولا مرة رح بيتركونا، رح يضلوا جواتنا
عم بينادونا حتى نمسك لهم ايدهم ونقوم نحن وياهم. وزيارة هي احدى هذه الطرق، انه نحن نمسك ايد حالنا ونقوم ويكون عندنا القدرة والشجاعة انه نعبر عن حالنا، عن كل شيء مرقنا فيه، لانه التعبير لوحده هو طريقنا للخلاص، ولحتى نقدر نعيش بهذه الحياة، مش بس جسديا نكون عم نعيش ملء الحياة.